إذا اليوم شهدنا رفع اللواء الأزرق اللي حرز عليه شاطئ الدالية في إطار مشروع شواطئ نظيفة اللي كتشتغل عليه مؤسسة طنجة المتوسط مشاركة مع مؤسسة محمد السادس للبيئة. إذا زيارة تفقدية اللي ترأسها السيد عامل إقليم فحص أنجرة مسيو فؤاد البريني رئيس طنجة المتوسط وكافة المتدخلين منهم المؤسساتيين والجمعويين. إذا هذه الزيارة التفقدية عرفت زيارة كل من مرافق الصحية ومرافق الترفيه اللي كيضمها الشاطئ، بإضافة إلى زيارة لمعرض الدالية لمنتوجات المحلية اللي اشتغلت عليه مؤسسة طنجة المتوسط، والمشروع الجديد يعني الجديد ديال 2018 اللي خدمت عليه أيضا مؤسسة طنجة المتوسط اللي هو مكتبة الشاطئية للدالية اللي عرف واحد الإقبال كبير جدا من طرف المصطفين اللي كترددوا على الشاطئ.